إليكم أخطر وأحدث قضية تجسس حدثت مؤخرا، ولن تتخيلوا ما حدث حتى تكملوا متابعة هذه الوقائع المؤسفة من واقع ملفات سجلات المخابرات العامة، حيث كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا تورط متهمان، الأول 47 سنة موظف مقيم بقرية البتنون مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، والثانية صحفية مقيمة بمركز شبين الكوم تخابر مع رجلين إسرائيليين يعملان لمصلحة دولة أجنبية اللي هي إسرائيل بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، بأن اتفق مع الإسرائيليين على التعاون معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية بإمدادهما بتقارير بالمعلومات عن القوات المسلحة المصرية وتحركات التيارات الإسلامية ومدى شعبيتها بالشارع المصري، ومن يرأس جموع المصريين في أحداث ثورة 25 يناير والمخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية خلال تلك الأحداث، وبيانات العديد من المصريين داخل البلاد وبدولة إيطاليا، وتقييم أداء عدد من المنشآت الاقتصادية العاملة داخل جمهورية مصر العربية، وكان ذلك بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد على النحو المبين بالتحقيقات التالية. حيث قرر الموظف المتهم الأول بالتحقيقات أنه في غضون شهر مارس عام 2007 تقدم للزواج من الصحفية اللي هي المتهمة الثانية، إلا أنها رفضت لظروفه المادية المتعثرة، الأمر الذي دفعه إلى السفر للخارج بحثا عن فرصة عمل مناسبة، حيث توجه في غضون شهر يوليو عام 2007 إلى مدينة بريشيا الإيطالية، وعمل بها قرابة عام بمصنع بيتشي لصناعة السفن والمراكب حتى تم طرده وجميع العمالة المصرية، فعاد مجددا إلى البلاد دون تغيير ملحوظ في حالته المادية، الأمر الذي حدا بالمتهم الثانية لحثه على السفر مجددا لدولة إيطاليا والبحث عن عنوان السفارة الإسرائيلية والتواصل مع المسؤولين بها بحثا عن فرصة عمل طرفهم، وهو ما لاقى قبولا لديه، وفي غضون شهر يناير عام 2009 عاد مجددا لدولة إيطاليا، وتمكن من الحصول على رقمي الهاتف والفاكس الخاصين بالقنصلية الإسرائيلية بمدينة ميلانو، حيث أجرى اتصالا هاتفيا بها وأبلغ محدثه بأنه مصري الجنسية ويرغب في العمل بالقنصلية الإسرائيلية، الأمر الذي دفع محدثه إلى نهره محذرا إياه من محاولة الاتصال، وأضاف أنه في اليوم التالي عاود الاتصال مجددا بالقنصلية الإسرائيلية وأبلغ محدثه بأنه مصري الجنسية ويبحث عن فرصة عمل داخل إسرائيل، وأن لديه العديد من المعلومات المهمة عن الشأن المصري، وإذا ذلك أوصله محدثه بالمتهم الثالث صموئيل ابن زائيف، حيث دار بينه وبين الأخير حوار باللغة العربية، أبلغه خلاله المتهم الثالث بأنه يدعى منصور وأنه سوف يتواصل معه لاحقا، وأضاف أنه عقب مرور قرابة 3 أشهر دون اتصال من الأخير، قام المتهم الأول بإرسال فاكس إلى القنصلية الإسرائيلية بميلانو موضحا به تفصيلات اتصالاته السابقة وبياناته الشخصية ورغبته في التعاون مع الجانب الإسرائيلي، طالبا بيان الموقف النهائي بشأنه، وعقب ذلك تلقى اتصالا هاتفيا من المتهم الثالث الذي طلب لقائه بمدينة فيينا دولة النمسا، وحدد له الأخير ميعاد السفر والعودة، وأنهى له إجراءات إقامته بفندق جراند أوتيل بوساي. ويضيف المتهم الأول أنه عقب وصوله الفندق المشار إليه تلقى اتصالا هاتفيا من المتهم الثالث الذي طلب منه التوجه لمقر السفارة الإسرائيلية بمدينة فيينا، حيث التقيا بها ودار بينهما حوار تناول خلاله، أي المتهم الأول،
بياناته الشخصية وتفاصيل ظروفه المعيشية والعائلية، وأبدى حبه لإسرائيل ورغبته في التعاون مع المخابرات الإسرائيلية. وفي ختام اللقاء قدم له المتهم الثالث مبلغ 1900 يورو مقابل نفقات سفره وإقامته ومكافأة له، واتفق على معاولة اللقاء مرة أخرى لبحث أساليب وطرق العمل بينهما، حيث طوالت اللقاء بينهما للتدريب على كيفية جمع المعلومات ورصد المنشآت. وظهرت التحقيقات أن المتهم الأول تمكن أيضا من تجنيد المتهمة الثانية لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية لاستغلال علاقاتها المتعددة مع العديد من الرجال العاملين في وظائف مختلفة بالدولة، وبحكم عملها الصحفية بأحد المجلات فاشتركت معه في تجميع معلومات عن الشأن المصري، تناولت فيها تحليل اتجاهات المجتمع وطبيعة الرأي العام ورصد توجهاته وأحداث ثورة 25 يناير ومظاهر تحركات القوات المسلحة بعدها، ومدى قوة وثقة التيارات الشعبية والدينية والسياسية وأحوال المصريين وقت حكم جماعة الإخوان. وقالت التحقيقات أن المتهمين الأول والثانية كتبا تقارير خاصة بذلك، نقلها المتهم الأول إلى ضابطي الموساد المتهمين باستخدام أدوات سرية وأجهزة عالية التقنية نظير مبالغ مالية بلغت في مجموعها 90,000 يورو، بالإضافة إلى هدايا عينية وهواتف محمولة حصل عليها المتهم الأول خلال لقاءاته المتعددة بعناصر جهاز المخابرات الإسرائيلية، والتي انعقدت في دول أوروبية عدة: إيطاليا، النمسا، فرنسا، بلجيكا، الدنمارك، اليونان. وأدلت المتهمة الثانية خلال التحقيقات أنها أقامت علاقات مشبوهة للحصول على معلومات تتعلق بالأمن القومي، وأنها استغلت عملها كصحفية للحصول على تلك المعلومات. وقالت أنها كانت تعتقد في بداية الأمر أن ضابط الموساد المتهم معها في القضية يعمل في المافيا الإيطالية وليس في الموساد الإسرائيلي. وأضافت المتهمة في التحقيقات أنها حصلت على قرابة 2500 يورو مقابل تقرير احتفالات القوات المسلحة بتخريج دفعات، وكانت تحصل على مبلغ 500 يورو كراتب عن كل تقرير، فيما كشفت تقارير الأمن القومي أن المتهمة سيئة السمعة واعتادت ممارسة الجنس مع الرجال. وقال كارم محمود سكرتير عام نقابة الصحفيين المصريين أن المتهمة في قضية التخابر لصالح المخابرات الإسرائيلية التي أعلنت عنها نيابة أمن الدولة العليا ليست صحفية وغير مقيدة بأي من جداول نقابة الصحفيين. وكان من أخطر التقارير التي أعدتها المتهمة في 2010 عندما كتبت لهم أن مصر في طريقها لشراء 4 غواصات دولفين ألمانية الصنع، بالإضافة إلى التوقيع على عقد بين مصر وروسيا على اتفاقية بتطوير 35 دبابة مصرية، بالإضافة إلى تقارير آخر عن طبيعة المناورات العسكرية للجيش المصري، وتقارير أخرى عن تشكيل المجلس العسكري وقت الثورة وطبيعة وشعبية التيارات الدينية. وكشف المتهم في اعترافاته أن الضابط الإسرائيلي طلب من الصحفية إعداد تقرير أخير عما يحدث في الشارع المصري، وكان ذلك في أكتوبر 2011، وهو ما أدى إلى غضب المتهم لتوقف التعامل بينهم. وأثناء عودته إلى مصر عبر هولندا تعرف على سيدة مغربية أخرى وأقامت معه 4 أيام في منزله وعاشرها جنسيا، وتبين له فيما بعد أنها تعمل بالمخابرات الإسرائيلية.
وكانت مكلفة بمراقبته عقب انتهاء العلاقة بينه وبين الضابط الإسرائيلي. دي الجاسوسة المصرية، شيء مؤسف.